وقل رب زدني علما. من كرمه جل وعلا أنه يحب أن يعفو عنك، فأتي بالسبب وابذل الطريق الذي يكون سببا لعفو الله عز وجل عنك. ادعو، تب، استغفر، صلي، قم، صم، كل ذلك من أسباب عفو الله عز وجل. ولذلك فإن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد فرحا شديدا، حتى إنه يكون أشد من فرح الرجل الذي يظل ناقته في الفلاة وعليها طعامه وشرابه، حتى إذا ظن هلاكه آوى إلى ظل شجرة فتوسد يده ورقد عليها، ثم لما قام وهو ظان الهلاك غير مستيقن النجاة فإذا بدابته وعليها طعامه وشرابه فوق رأسه، فيأخذ بزمامها ويقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يخطئ من شدة الفرح. الله أشد فرحا من ذلك العبد بتلك الدابة التي وجدها، متى؟ إذا تاب عبده. الله يفرح بتوبتك، الله يحب توبتك، الله يحب إنابتك، الله يحب العفو عنك، لكن أنت السبب. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومتك مدى فليس لك اعتبار. إذا لم تتب، إذا لم تستغفر، إذا لم تحسن، كيف ترجو أن الله عز وجل يحسن إليك وأنت الظالم لنفسك؟ من ظلم نفسه فإن الله عز وجل إنما يجازيه بعدله، ولكن من أحسن إلى الله وألقى ركابه عند الله عز وجل وهو في بيت من بيوت الله عز وجل يمد يديه: يا رب إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا رب إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ذاك الذي يرجى دعاءه. ولذلك أيها الموفق، جاء في حديث عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أحب إلى الله من الدعاء.